درهم وقاية خير من قنطار علاج. التوعية المبكرة بتساعدنا بالتغلب على كتير أمراض بتصيبنا بالمستقبل. شيف جوزيف اليوم حيعلمنا على أطباق صحية وشهية بتخلينا نتجنب الكوليسترول بالدم. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. حلقتنا صحية. اليوم صحية. حلقة أسبوعية. أوكي. هنحكي عن المأكولات اللي ممكن تساعدنا نتجنب يطلع كوليسترول بالجسم. في حال كان معنا ما كان معنا كوليسترول، أما إذا كان معنا كوليسترول كيف نقدر نغطيه؟ نتحكم فيه. نتحكم فيه حتى ما يطلع أكثر. أوكي. أنا بالنهاية الكوليسترول هو عبارة عن دهنيات بالجسم. هل هو إجباري يضل بالجسم؟ ما فينا نخففه تحت الليفل المطلوب ونخفف الـ LDL اللي هو low density. الليبوبروتين اللي هو الكوليسترول مش منيح لجسم، الدهون مش منيحه للجسم اللي هي ممكن تاذينا خلال عمرنا. اوكي، اليوم حنعمل اطباق يكون فيهم كثير الياف نشويات اكيد الاخيره، بس حتكون حنلاحظ انه ما حد كثير مستعمل زيت مثلا، حنستعمل الياف اكثر، حنستعمل فواكه يمكن شوي، خضره فيها كاروتين، نبتعد عن كل شيء دهون، الدهون المشبع اكيد. هلا حنشتغل على طول كل غير مشبع، هلا بنحكي خلال الحلقه شو هي الدهون المشبع والغير مشبع. هذا طبق فيه دجاج اوكي وبروكولي، فيه سناب بيز اللي هن مثل البازيلا بس تيجي شويه طعمتها سكريه هيك حلوه. اوكي، حنستعمل المشمش ولقطين بصل ورز، مثل ما شفنا قد ما فينا عم نركز على الرز اللي هو اليوم وايلد رايس، مش مقشور اسود. اما مش مقشور يعني يكون براون رايس، رز ما يكون مقشور عنه القشره تبعه، هيك بضل صحي اكثر للجسم لانه الياف عاليه. نرجع مذكر الياف عالي يعني نشبع كثير، نشبع لوقت اطول، سو بس نشبع لوقت اطول في جسم بصير يصرف المخزون اللي فيه. حنبلش هلا بالوصفه، حناخذ بصل، نفهم بصل ناعم. يعني الكوليسترول يا شيف هو مرض العصر 100%، وكثير ناس مصابه بالكوليسترول او بالعيله عندهم بيعلى الكوليسترول وما بتعرف تتعامل مع هيك مرض او ما بتعرف شو تعمل تتجنب هيك مرض. فشو دور المطبخ بتجنب هيك امراض؟ هو مطبخ مثل ما نحن بنقول على طول الاكل هو 70%، والمطبخ 70%، واللايف ستايل اما الرياضه تبعنا هي 30% الباقيين. فنفس الشيء بنرجع بنقول ننتبه نحن شو عم ناكل، طريقه اكلنا بالبيت. في عندك مثلا